لكم يا جماعة، هو أنا ابني في تالتة ثانوي اللي هي المنظومة الجديدة اللي اتطبقت علينا، هو أنا بس عايزة حد يوصل لي صوتي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم أنا عايزة حد يقول لي آخرتها إيه اللي إحنا فيه. أنا ابني النهاردة نزل الامتحان التجريبي بالتابلت بتاعه، ويعني الامتحان ما فتحش، الامتحان العربي ما فتحش، الانجليش والالماني فتحوا، الامتحان العربي ما فتحش خالص، ومش عنده هو لوحده، يعتبر نص الدفعة ما فتحش عندهم. ولما بتصل اطمن عليه قال لي ماما الامتحان العربي ما فتحش. اما صوت قال لي مش انا لوحدي، صدقيني ده يمكن نص الدفعة ومدرسة ابو بكر الصديق، وخدوا اسامينا عشان يتصرفوا. خدوا اساميكم ليه؟ يعملوا لهم ايه؟ قالوا ما اعرفش، قالوا لنا احنا هنتصرف. يتصرفوا يعملوا ايه؟ هيتصرفوا يقيموا ابني ويبعتوا له النتيجة؟ هيتصرفوا ليه؟ يعني انا عايزه اقول لكم حلم حياتي ضاع. انتوا دمرتوني انا، مش دمرتوا ابني، انتوا دمرتوا كل ولي امر وكل بيت فيه حد في ثانويه عامه. احنا تعبنا وبنتعب، احنا كان حلم حياتنا ولادنا يبقوا حاجه كويسه، انتوا للاسف دمرتوهم. المنظومه فاشله، المنظومه اللي انت عاملها يا وزير التربيه والتعليم فاشله. انت انسان دمرتنا ودمرت بيتي ودمرتني انا شخصيا. انا بتعب وبشقى عشان انا اشوف ابني احسن واحد، انا عندي ابن وحيد. قعدت تقول المنظومه دي انت عاملها علشان خاطر ان احنا ما ندفعش فلوس كتير في الدروس. لا يا فندم، ده انا بدفع من اولى ثانوي لحد دلوقتي، دفعت فلوس الفلوس الفلوس. انا كان عندي بنتين ثانويه عامه، ولا واحده فيهم قدام اللي انا دفعته مع ابني ده اقول ده انا دفعت. لا، ده انا كده ما دفعتش فيهم حاجه. المدرسين بيبيعوا ويشتروا فينا، مدرسين وسنتر اللي انت بتقول ما فيش سناتر، لا في سناتر، وفي عز الكورونا في سناتر. والنت اللي انا كنت مدخلاه جيجا على قد بيتي وعيالي وبس، انا معليه الجيجات، ولو مش مصدق ابعت لك رقم تليفون بيتي اللي انا حاطه للنت وشوف انا كنت عامله سرعه كام وبقيت عامله سرعه كام. انا بدفع شهريا يمكن مرتين عشان خاطر الجيجات اللي بتقل. انا خلاص انا وصلت المرحله، يعني ايه ابني يخش النهارده الامتحان اللي هو التجريبي العربي، بس العربي كله ما يفتحش، يعني مش يفتح ويقفل، لا العربي ما فتحش بالمره، ومش هو لوحده. ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه عملنا لكم ايه؟ ده احنا شقيانين في البلد، احنا الناس الوحيدين اللي شقيانين في البلد. انا واحده من الناس، بتكلم عن نفسي، انا شقيانه شقيانه عشان خاطر ولادي، ابص لهم كويسين. ابني ده كان متفوق، واسأل كل الناس اللي كانت حوالينا، ابني ده كان لما يجيب نمرة أقل كان يعيط. ابني آخر تفوق ليه كان إعدادية، والحمد لله يا رب ما بقاش فيه. ابني حلم حياته بس يطلع من الثانوية. ابني جه في أولى ثانوي وتانية ثانوي الامتحانات كانت متسربة، جينا دلوقتي في سنة تالتة متدمر نفسيا، داخل علم رياضة عشان نفسه يبقى مهندس، مش نفسه بس، وأنا نفسي يبقى مهندس. بس خلاص انتوا دمرتوه عشان احنا ملناش حاجة في الدولة دي، عشان احنا مش عارفين نعمل ايه، عشان احنا عمالين نصوت من ساعة ما قالوا ان في نظام، واحنا عمالين نقول لكم النظام ده ما ينفعش. يا سيدي اعمل النظام بتاعك، لو انت شايفه نظام صح اعمل النظام بتاعك ده من تمهيدي، اعمله من كيجي، اعمله من تمهيدي او من كيجي. لكن نظام مع عيال كان كل شغلهم من تمهيدي لحد تالتة اعدادي ورقة وقلم ومدرسين كتير وطلبة كتير جنب مدرس وقاعد عمال يشرح لهم، اعمل يا اخي النظام بتاعك ده مع عيال في تمهيدي، عيال في في في, في طالعين اولى كي جي 1، عيال طالعين من كي جي 2. النظام ده كان صح، انما انت تجيب عيال لا تفقه شيء في اي شيء وتابلت يقفل عليهم، وفي ما اماكن ساعات النت بيقطع علشان خاطر اللي بنعمل معرفش ايه، بنوصل ايه؟ انت عملت ليه فينا كده؟ انت هتستاهل قدام ربنا على كل العيال دي، انت هتستاهل قدام ربنا على ابني. انا هسألك قدام ربنا على ابني، انا هسألك قدام ربنا ان انت دمرت لي ابني. انا كان حلم حياتي في ابني، وابني خلاص، انا ابني خلاص كده، اعمل ايه انا دلوقتي؟ هيخش جامعه يعمل ايه، هو ولا غيره، لما هم مش ما عندهمش اي حاجه؟ اولى وتانيه وتالته، في اولى وتانيه كان الامتحان بيجي لهم متسرب، وكانوا بيخشوا اللي يلاقوه النهارده على الواتساب وعلى الفيس، بيروحوا الصبح في الامتحان يلاقوه.
خدوا ايه؟ خدوا ايه؟ لا الكيمستري ولا الفيزيكس ولا الـ ولا الـ ولا الـ ولا البيولوجي ولا الماث ولا اي حاجه قدروا ان هم يحصلوا، خدوا ايه؟ هتقول لي في تكافؤ فرص، هقول لك لا ما فيش، لان كلهم قاعدين جنب بعض وكلهم بيشتغلوا مع بعض، والمدرسين عاملين لهم جروبات على الواتساب بيحل لهم الامتحان. هتقدر تعتمد عليهم قدام في الدوله؟ هتقدر تمسك حد فيهم منصب؟ هتقدر تخلي حد يمسك دكتور ويعالج لك حد؟ هتقدر تخلي حد يبقى مهندس ويبني لك دولة؟ هتقدر توقف واحد على مكنة يشتغل في مصانع؟ هتقدر تعمل حاجة؟ مش هتقدر تعمل حاجة، لأنك طلعت جيل بايظ، جيل ضايع، أنت دمرت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم.